يا مساء الفل عليكم جمهورنا العظيم، بداية أسبوع إن شاء الله تكون كويسة عليكم، ونكون رجعنا فريش كده من الأعياد والأجازات ونبتدي من تاني. خلينا نقول إن برنامج مساء الفل كالعادة كل يوم سبت بيستضيف نجم السوشيال ميديا وخبير التنمية البشرية والأبراج علاء منصور، واللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع عن الخيانة. ليه بنخون؟ ليه بنتخان؟ ليه أصلا في خيانة؟ بس قبل ما استضيف علاء وقبل ما نخش في الموضوع ده، خليني اقول لكم واحده واحده كده عن صفات ابراج البنات. هنتكلم نبتدي بانثى السرطان، عشان الحلقه اللي فاتت اشتكوا لي على البيج مساء الفل مع هبه الزيت على الفيسبوك ان احنا ما جبناش سيره انثى السرطان، عشان كده النهارده انا هبتدي بيها. هكلم معاكم عن انثى برج السرطان، ودي الانوثه والرقه والاحساس العالي، بتحب الفرفشه قوي، ماشيه بمبدا فرفشني يا ببلاوي. الاكل مزاج عندها، الرومانسيه بالنسبه لها حله محشي، بس طيبه وجدعانه الدنيا فيها. انثى برج الحمل يعني القوه، الصلابه، الشخصيه القويه، الاناقه، بيقولوا عليها كده بميت راجل، وتفوت في الحديد. الشغل عندها اهم من الجواز، مخلصه وبتعرف تحتوي اي حد بتحبه. ونخش على برج الثور، دي بقى مشكله، تحس ان انثى برج الثور كده ما عندهاش مميزات، بس يعني هتوصل بيكي النهارده. ما بيفرقش عندها حاجه، اهم حاجه عندها الاكل والنوم، بس لما بتحب قوي وبتتعب علشان اللي بتحبهم، نقدر نقول ان هي ست بكل ما تحمل الكلمه من معنى. برج الجدي، الكآبة، تحسها كده ان هي قرفانة من نفسها، بس منظمة جدا وبتحب الهدوء وجدعة وبتتحمل المسؤولية، مش بتحب بسهولة، بتحب شغلها جدا جدا، بسيطة في لبسها، ونادرا لما هتلاقيها حاطة ميك اب وتموت في قعدة البيت، بيتوتية جدا، ما بتحبش الخروج. خش على برج القوس، يعني خفة الدم واللسان. طبعا برج القوس بغض النظر ان هم بيبقوا دايما حلوين، الا ان لما بتفتح بقها بتلغي شكلها تماما، لان السنة عايز قصه. بتحب السفر جدا زي عينيها، بتحب اللبس الكاجوال، عندها مهارة في اختيار الالوان وتنسيق اللبس على بعضه، بتحب الشيكولاتة جدا والايس كريم، بتنسى بسرعة، يعني ممكن تتجوز وتشوف جوزها تاني يوم وتقول له انت انا بشبه عليك، مش للدرجة دي. انثى العذراء، الناس اللي عيونهم حلوة وعندهم كبرياء، دايما انثى العذراء بتبقى عايزة توصل، مش هقول للكمال، ولكن هي دايما بتبقى عايزة توصل للتكامل، ما بيعجبهاش العجب، ودايما بتحب تنتقد الناس، وبتحبش حد ابدا يعلق عليها. لئيمة بس ذكية جدا، كريمة جدا، يعني ممكن يبقى معاها اخر 100 جنيه في جيبها هتديها لك، وممكن ما تستفادش بيها هي نفسها. بتحب اللبس الكلاسيك، بعيده جدا عن الكاجوال، وبتعرف 10 رجاله بس بتحب واحد بس. برج الجوزاء، اللهم احفظنا، يعني المختله عقليا، لما بتضحك تفرج علينا ام لا اله الا الله، ضحكه بقى بصوا بترن تجيب لاخر الشارع. الجدعانة، الأكل ثم الأكل، طفلة في نفسها، غيورة قوي، مش بتحقد على حد ولكنها كثيرة الكلام، بتحب الخير لكل، أشك نقدر نقول جمال وقوة شخصية، يعني هما بيبقوا قوة شخصيتهم بتبقى طاغية أكتر على الجمال الخارجي. أنثى الدلو، الشياكة كلها، بتحب تكون في أجمل صورة، أخدة الدنيا دايما ببساطة ومش معقداها، بتموت في الرجالة اللي شكلها حلو، يعني ما بيهمهاش الشخصيه قد الشكل، يعني انا عشان اقرا كتاب لازم يشدني عنوانه، فلازم يكون الراجل شكله لطيف بالنسبه لها. عصبيه جدا بس لما بتحب حد بتدلعه. اجتماعيه، بتشد اي حد ومش بيهمها كلام الناس، ماشيه بمبدا كده كده الناس بيتكلموا فانا هعمل اللي انا عايزاه. انثى الميزان، الدماغ العاليه قوي، السياسه كلها، بتحب دايما توزن الامور بعقلها وقلبها، معلش بقلبها ثم عقلها، دايما الميزان عاطفي، يعني قلبه اللي ممشيه، قلبه اللي موديه. شيك جدا، بتحب تسمع الكلام، بتنجز اي مهمه حد بيكلفها بيها، مش كل يعني ايه كل شويه بحال، يعني النهارده ممكن تكون اخذت قرار بكره هترجع فيه عادي جدا. كل انثى الميزان كل ما بتكبر في السن كل ما بتحلو اكتر. بس خلي بالك اوعى تيجي على حد هي بتحبه عشان ممكن تاكلك، وهتشوف قله ادب عمرك ما شفتها في حياتك. انثى الاسد يعني ملكه الابرج،
على فكره ما توصيتش بالكلام في انثى الاسد، انا هقول الحقيقه. اوكي، ملكه الابراج الثقه كلها ليها جاذبيه غريبه، صعب جدا جدا تقع في الحب، بتكره الكذب والخيانه. الخيانه حطوا تحتها 15 خط. وخلي بالك معنى ان برج الاسد حبتك يعني اتغرب راحتك بقى وشيل علي على الناس عادي، ما هي اسد حبك. شخص جامد جدا، كريمه جدا، ملفته للنظر جدا، لو جيت على كرامتها ممكن تشيل لك كلمه ذكر من البطاقه. قويه، شجاعه، جدعه مع اللي بتحبه، ومضيعه فلوسها على البرفيوم والميك اب واللبس طبعا وكل حاجه فيما تخص البنات. انثى العقرب، وبدون زعل ما حدش زعل مني في موضوع انثى العقرب، بس هي دي الحقيقه. يلا، حلوه بس ما كانوش سموها عقرب، يعني يعتبر مكانهم الاساسي مستشفى المجانين، بيحبوا كل حاجه مظبوطه، لما بتحب بتخلص جامد، ما تحاولش تزعلها لان انت ممكن تشوف ايام سودا والله من وراها. اجمل حاجه فيها العطاء والتضحيه، بتحب الرسم والورد والجنين. انثى برج الحوت واخر دي وختامها مسك، عندها شخصيه ساحره جدا، بتلفت الانظار ليها، كلها انوثه، صعب تخدعها، خليك صريح معاها، يعني خليك ماشي معاها بمبدأ الصدق منجي، لأن الكذب ما بيجيبش همه مع الحوت. خليك لطيف، دبلوماسي، لو أنت دبلوماسي هتمتلكها، لو أنت هتقعد تحور وتجيب كلمة من اليمين ومش شمال خلاص انسى، شوف لك واحدة تانية أحسن. بلاش تحسسها بالغيرة عشان هي هتفهم ان انت كده مش بتحبها. ما ينفعش تقود لانها مش بتعرف تمسك نفسها. هي من النوع اللي بيحل المشاكل دايما لاصحابها، وبتحب الكتابة والشعر والموسيقى، ودايما مترددة، وبتحب تسأل، وبتحب تسأل في الحاجات اللي هي كمان اخدت قرارات فيها عشان تعرف طب انا ده ما انا عملته، طب ده صح، طب ده غلط. ادينا عرفنا كل صفات ابراج البنات. انا كنت عامله فوكس على الصفات الكويسه. طيب لما احنا كلنا البنات بمختلف الابراج كلنا صفات حلوه، امال احنا بنتخان ليه؟ ده النهارده موضوع الحلقه. تنسوش ان انا هيبقى معايا بعد الفاصل خبير التنميه البشريه والابراج ونجم السوشيال ميديا علاء منصور، هنطلع فاصل، وكلمونا على الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه عشان نستقبل كل استفساراتكم، هنشوف كل ده بس بعد الفاصل، استنونا ما تروحوش بعيد. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكمله معاكم في مساء الفل. انا معايا ضيفي اللي منورني في الاستوديو علاء منصور، خبير التنميه البشريه والابراج ونجم السوشيال ميديا. اهلا بيكي يا علاء. ازيكي يا هبه؟ الحمد لله. اهلا بيكي انت. مساء الفل عليك. مساء القشطه عليكي. طب احنا النهارده معانا حلقه دسمه، وهنخش في موضوع شائك، وهنجيبه كده نلمه من اوله لاخره. الله الله الله. بس قبل ما نخش في اي حاجه، انا بس عايزه اتاكد من معلومه كده منتشره دلوقتي عامه ترند على الفيسبوك، بيقول لك ان في ابراج تانية غير الابراج اللي احنا نعرفها زي برج التنين والافعى، ايه بقى القصه دي؟ لا، هو التنين والافعى والديك والقرد والكلب كل دي ابراج صينيه تبقى بسنه الميلاد مش بالشهر اللي اتولدنا فيه. بس ما اقتنعش بيها قوي. ليها علاقه بالسنه؟ ليها علاقه بالسنة. برج الديك. انا برج الكلب. اجدع ناس يا جماعه. انتوا ارقام موجوده قدامكم على الشاشه، ممكن تسرشوا على الانترنت وتشوفوا الابراج الصينيه بتبقى بحسب سنه الميلاد، واتصلوا بينا قولوا لنا انتوا ابراج ايه. اكتب البرج الصيني بتاعك، يعني اكتب البرج الصيني سنه كذا، هو هيطلع لك البرج بتاعك. وبرده من الاسم بتاع البرج هنعرف صفات كتير. يعني برج الديك ده، يعني انا مش عارف الصراحه برج الديك بيعبر عن ايه بالظبط. بس مثلا في برج الكلب ده يعني الاخلاص مثلا، الوفاء مثلا، او الجمال برضه، كلهم شكلهم حلو. الديك بيكو بي مش عارف، يعني انا اشتهر انا بصحى بدري مثلا، ولا بيصحى بدري وبيعمل انتاج يعني الابراج العاديه ال 12 برج بتاعنا كل اسم بيعبر عن مكنون البرج. خدت بالك من مكنون البرج اللي جواه ده؟ بيعبر عن المكنون اللي جواه، لكن الابراج الصينيه مش عارف. يعني احنا الابراج الصينيه مش عارف، احنا داخلين في الابراج الاساسيه. طب يا علاء خليني ادخل معاك في الموضوع على طول، وعايزه اجابه صريحه ومباشره. اوكي، انا مش هجاوب غير قدام النيابه. ليه عايزه اجابه صريحه ومباشره؟ ليه في خيانه؟ ليه في خيانه؟ خيانه من الراجل للست ولا من الست للراجل؟ لا، من الراجل للست. احنا النهارده مركزين على الراجل.
يعني الراجل بس اللي بيخون والراجل ده بيخون الست؟ أنا عايزة مع ما الست حن... احنا هنعمل خيانة الست في حلقة تانية. حلقة النهاردة عن خيانة الراجل للست. ليه بقى الراجل ممكن يخون، او ليه اصلا في مفهوم الخيانة في مجتمعنا؟ هو مبدئيا خلينا متفقين ان الراجل بيخون الست مع ست، مش مع بطريق ولا دبدوب. أيوة، مبدئيا الست اللي بيتخان معاها دي مش مرتبطة. يا سلام، فتخون عادي. والله وبعدين وبعدين اللي اقوله شرط اخره نور، هما كانوا متفقين على الكلام ده. ذنبها ايه بقى الست الغلبانة اللي قاعدة في البيت بتربي عيالها دي ان هي تتخان؟ ذنبها ايه؟ قلبها يتوجع. اتفضل رد. انا قلت مش رد قدام النيابه، بس انت شخصيتك قويه فانا لازم اجاوب عشان كمان في البرنامج بتاعك. اتفضل. اول حاجه، ما هو الخيانه دي كذا حاجه. في واحد بيخون عشان هو اصلا يعني رمرام. اوكي، هو عايز بيحس بالمتعه وبيحس برجولته وبيحس بقوته ما بيلاقي فيه بنات كتير. وفي راجل تاني هو عايز يتاكد ان هو مع يعني يجرب الستات تانية عشان يتاكد ان مراته كويسه. يعني منين هيعرف ست الكل انك ست الكل غير لما يعرف الكل؟ مش الراجل لازم يتاكد. ده مبدا سوفسطائي لا وجود له في الحياه. انا اعترض على كلمه سوفسطائي. هو يعني ايه سوفسطائي صحيح؟ السوفسطائي يعني بيقلب الحق باطل والباطل حق. شوف ازاي. لا ما بص، زي ما قلت لك مبدئيا 95% من الرجاله عينيها زايغه. خلقه ربنا. تمام. اعترض بقى على خلقه ربنا. بس في فرق بين واحد الله، البنت دي جميلة، البنت دي أمورة، البنت دي لابسة كويس، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد تاني جاب البنت من أولها أخيرة ما سابهاش، خرابي. بيقعد بقى البصات الغريبة بتاعت الرجالة دي. فهي كل الرجالة عينيها زايغة عادي جدا، خلينا متفقين على كده. بس في ست بتملى عينين جوزها، وفي راجل ما يملاش عينيه غير التراب. فده يرجع للراجل ويرجع للست. بدليل إن في رجالة كتير مرتبطة ببنات زي القمر، ومع ذلك بيخونها مع الشغالة، بيخونها مع واحده شكلها وحش جدا، بيخونها مع واحده صاحبتها. ده مرض يعني نفسي. يعني انت عايز تقول لي ان في رجاله بتخون من مبدا ان هي الخيانه. ساعات برضو الواحد يا جماعه لما بيبقى بيعمل حاجه غلط بيقدر يسامح نفسه، بيبقى شايفها مباحه، بيشايفها سهله. وهو بيقول على نفسه طيب وغلبان، وممكن الغلطه ملعبه ما تطلعش منه، بس شايف ان التصرف ده حاجه هو مباحه ليه في الحياه، يعني مش شايفه ان هو يبقى غلطه في حقه. طب ناخدها واحده واحده. ناخد الاول الراجل اللي بيخون مراته عشان خاطر مراته مش مهتمه بنفسها، فبيدور على اللي مش موجود فيها في غيرها. ناخدها دي الاول. اوكي، في ستات كتير قوي للاسف بعد الجواز على طول بيبطلوا يهتموا بنفسهم وينشغلوا بالبيت وينشغلوا بالاطفال، فالراجل ما بيلاقيش الست اللي كانت في فترة الخطوبة الفراشة اللي كانت طايرة. لا واحدة في البيت ابتدت ما تهتمش بنفسها، سابت ولادها يجيب لها خدامة. الراجل مش قادر يجيب خدامة، ومفيش واحدة تقول لي اصل انا شايلة شغل البيت كله فمش عارفة اهتم بنفسي، لان في ستات كتير شغلة يعني شايلة شغل البيت كله وبتشتغل وبتدرس ومع ذلك مهتمية بنفسها. الاهتمام بالنفس ده حاجة كده موجودة في طبعنا وموجودة في شخصياتنا. في ناس بتحب تهتم بنفسها، وفي ناس بتعتبر الاهتمام بنفسها التارجت لغاية لما يوقع الراجل. مش احنا بنتكلم عن الراجل النهاردة؟ خلاص، من لغاية ما بيوقع الراجل وبعد كده تبطل الاهتمام بنفسها. لما نيجي الحلقه بتاعت الستات اللي بتخون الرجاله نبقى نتكلم عن الرجاله اللي كانت بتهتم بنفسها. طيب انا اخد بالي ان دايما اللي بيشجع الراجل على الخيانه هي الفلوس. دايما الراجل اللي معاه فلوس ومتجوز ممكن يخون عادي جدا. الراجل اللي مراته مقصقصه له ريشه او هو ما حيلتوش حاجه ما بيخونش، عشان هو يا دوبك يكفي، يا دوبك يكفي على كده. وبعدين احنا بقينا في زمن مش بعمم طبعا، ولكن بقول احنا في زمن بقت كل حاجه سهله. خلاص بقى الراجل عايز يعمل حاجه يعملها، وهي لو هيلاقيها متاحه قدامه. مظبوط. مبدئيا في موضوع الفلوس انا معاكي جدا. انا دلوقتي لو معيش فلوس اللي انا كنت هخون مراتي معاها ديت، انا هخرجها ازاي؟ هجيب لها هديه منين؟ ايه بقى يخليكي تقبلي تبقي مع واحد متجوز لمجرد الصحوبيه او مجرد ان انت تبقي معاه، الا لو هي ليها مصلحه؟ ليها مصلحة. احنا بقينا في زمن المصالح والسهولة. هي يعني الست اللي ترتبط بواحد متجوز ويعرف ان هو متجوز، اول حاجة يا اما هو راجل جامد قوي ما حصلش رشدي اباظة قدامها فما قدرتش تقاوم وما شافتش ان هو متجوز، يا اما داخله له من حتة المصلحة، شغال في بوزيشن في مكان كبير ممكن يشغلها. اوكي، ممكن بيتوسط لها في شيء في سلطة ما. او السلاح الاكبر هو الفلوس. في ستات كتير عايزه فلوس ما يهمش الراجل اللي قدامها ده متجوز ولا مش متجوز، شكله حلو ولا مش شكله حلو، ما يفرقش معاها كل الكلام ده، هي عايزه المصلحه من الاخر. وهنتكلم في نقطه تانية انت اتكلمتي فيها،
ان الموضوع بقى اسهل من زمان. طبعا كل حاجه بقت مباحه. طب ليه بقى اسهل من زمان؟ ليه بقى؟ مبدئيا احنا كنا لغايه عصر ما قبل الموبايل انا ما كنت احب اتصل بحد، باتصل بيه فين؟ على تليفون البيت. فانا دلوقتي لو انا متجوز وانا بخون مراتي مع واحده، مصاحب واحده، متجوز واحده تانية، ما احب توصلي هتكلميني على ايه؟ على تليفون البيت. تمام، مراتي في الغالب هي اللي بترد، وقفت السكه كذا مره، فالموضوع شكاك، فاصبح ايه الموضوع الاتصال نفسه اضعف. قصدك ان تطور التكنولوجيا هو اللي فتح عيون الناس على كل الحاجات دي. الموبايل خلى لينا الاسرار بتاعتنا. زمان ما كناش نعرف نخبي حاجه قدام الناس. خصوصيه حلوه برده، ما فيش كلام. هي خصوصيه، هي كل حاجه في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب، خصوصا التكنولوجيا. التكنولوجيا ظهرت عشان خاطر تريحنا في حاجات وتبسطنا حاجات، بس تعبتنا في حاجات تانية. الموبايل خلانا ممكن نتكلم في البلكونه، نبعت على الواتساب، وممكن مراتي تبقى نايمه جنبي وانا على الواتساب شغال مع واحده ثانيه. دي اسمها خساسه. يبقى راجل خسيس اللي هو وقليل الادب. ايوه، يبقى ماسك التليفون وبيكلم واحده ومراتك قاعده وراك. خص عليك. احنا معانا فيديو كوميدي لعمر وسلمى عن الخيانه، وهنرجع نكمل مع علاء منصور. طب والنبي سلمى وحشه فين؟ ولا ناقصها ايه؟ ولا ايه مشكلتها عشان يخونها؟ نقول احنا بقى كان سلمى مشكلتها ايه؟ اللي تابع عمر وسلمى الجزء الاولاني، هي كانت عارفه ان هو بتاع بنات وبتاع حوارات، ومع ذلك ارتبطت بيه، فتستاهل تاخد على دماغها. لا، كان عندها امل انه يتغير. ايه اللي عندها؟ جابت امل منين؟ امل مين وايمان مين؟ فين؟ مفيش الكلام ده. يعني معلش، عمره ما يتعدل وعلقته فيه قالب. يعني اللي فيه عيب وفيه طبع ما بيتغيرش. معلش، هي واخداه. لا، في ناس بتتغير. كام في المية؟ ولو كانت النسبة ضئيلة، بس برضو التغيير موجود. طب معلش، خلينا متفقين إن وخلينا نتكلم عن الأمثلة الكويسة ونقتدي بيها، وما نجيبش الأمثلة السوء دي عشان الناس ما تتعلمش الكلام. حضرتك اللي جايبة الأمثلة السوء مش أنا. أيوة، ما أنا كنت هقول. مش ده البرنامج بتاع حضرتك؟ أيوة. مش حضرتك اللي جايبة عمر وسلمى؟ أيوة. طيب أيوة. بقى نتكلم عن خيانة الراجل. أيوة. طب خلاص، نبقى نكمل كلامنا عن خيانة الراجل. اتفضل. هو دلوقتي، هي دلوقتي مشاكل كتير قوي، مش هنتكلم بقى على الست والراجل، يعني الراجل والست، مش هنختص بحد فيهم، مش هنصنف الموضوع. احنا عامة ليه في حياتنا بنحتفظ بالشخص الوحش؟ احنا ليه دلوقتي في صديق قال لنا عليه ده وحش وشفنا ان هو وحش، احنا مكملين معاه ليه؟ راجل عارف ان الست ديت ست دماغها لعبية ومقضياها وعلى طول كده وطبع فيها، وكل اللي قبليه كانوا كده، مكمل ليه؟ حبها. واحدة حبها برص، حبته برص. واحدة مرتبطة بواحد عارفة ان هو بتاع بنات ومقضيها ومفيش فايدة فيه، وما بيحترمش نفسه، ما بيحترمش اللي حواليه، وما عندوش أخلاق. مكملة معاه ليه؟ بحبه؟ فين عقلك؟ ده عقلك ده مش شغال. يعني أنا، يعني أنت جايبان نفسك من الأول. فإحنا لو اتكلمنا هي عمر خان سلمى ليه؟ لا، هي تستاهل، عشان هو من الأول كان بتاع بنات وهي كان عاجبها ده. طيب، يعني انت برضو بتنسب الخيانه لممكن لسوء الاختيار من الاول. طبعا. يعني ده بند من بنود الخيانه، ان انت ممكن تكوني مختارتيش صح، او انت مختاره واحد انت عارفه عيوبه ان هو بتاع بنات وممكن يخونك، وانت اللي كملتي معاه، انت اللي تستاهلي. طيب، احنا عايزه اتكلم عن الست اللي اوريدي بتتخان. الستات اللي بتتخان دلوقتي ايه؟ من ناحيه ايه؟ نجيب لهم حقهم ازاي؟ او نعمل معاهم ايه؟ هل ان 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 احنا يقعدوا مع بعض يحطوا بالبلدي كده النقط على الحروف، ولا يتم الانفصال ونخلص الموضوع؟ انا دلوقتي في واحده ست عرفت ان جوزها بيخونها مع واحده، والخيانه ديت هل هي علاقه كده غير شرعيه، ولا علاقه شرعيه مثلا زواج عرفي او زواج رسمي تاني؟ مع ان مفيش حد بيدبس نفسه في الزواج الرسمي عشان يعرف يخلص بسرعه. هو الغالب دلوقتي اللي في رجاله كتير بتصاحب عادي جدا، يعني يبقى متجوز وهتلاقيه ماشي مع واحده مصاحب واحده، ويعرف ان هو متجوز ما عندهاش مشاكل. قول مين مارد بات افيلابل. وايه؟ ده فيه رجاله كتير كده، لكن الاختصار بتاعها ايه؟ معاهم الرجاله مع اول مارد ام اي ام بي تقريبا، ام اي مش عارفه، الرجاله كلها متجوزه بس فاضيين متاحين. يعني عنده استعداد يصاحب ويعمل اي حاجه. ما بصي، زي ما قلت لك، هي الست اللون مش كله عليها، لان في رجاله بطبعها خاينه، بطبعها عينيها زايغه، بطبعها مفيش بنت واحده تملى عينيها. غير ان في رجاله كتير للاسف ما بيتجوزوش عشان خاطر هم بيحبوا بس. في رجاله كتير دلوقتي بقى بتتجوز عشان خاطر يجيبوا اطفال، ياخدوا بالهم منهم لما يكبروا. ليه يا رب خلقت الرجاله؟ طب ليه بجد؟ يعني ليه؟ يعني دايما لما هتيجي نتكلم عن حاجه سيئه هنيجي نقول نرجع بالموضوع للرجاله، انتوا اللي بتكسروا قلبنا، وانتوا اللي بتوجعوا نفسيتنا، وانتوا اللي بتدمروا اعصابنا، وانتوا ملائكه من السماء ما حصلتش. بالظبط، انتوا ملائكه من السماء. بالظبط. طب احنا نشوف احمد، اكيد معاك يا احمد. مساء الفل. النور. ازيك؟
كله تمام الحمد لله. ايه رأيك في الراجل اللي بيخون؟ والله الراجل اللي بيخون هو المشكلة مش على الراجل. هي احنا لو هنيجي في حتة الخيانة هنقول ان الست هي اللي تسمح للراجل ان هو يخون. يعني تقصير من الست. مش حتة تقصير من الست بس، هو اغلبية السبب بتبقى ان هي مش واثقة في نفسها، مش واثقة في اللي معاها، فيبتدي يتأثر ده على الزوج. يعني مثلا الزوج لما يلاقي مراته بتشك فيه وهو ما بيعملش حاجه، يقول خلاص بقى شك بشك، هعمل الحاجه دي طالما انا كده كده مظلوم، مش كده؟ برضه مش كده برضه. يعني مش موضوع شك. انت متجوز يا احمد مبدئيا؟ متجوز بقالك كام سنه؟ لسه عريس جديد. عريس جديد. لسه جديد. لسه جديد. انت لسه شفت حاجه. متجوز بقالك قد ايه بقى؟ متجوز بقالك قد ايه؟ جوز بقالي سنة. ما جوز بقالك ده مش جديد قوي جديد. يعني طب خنتها كم مرة؟ خلاص خنتها كم مرة؟ خنتها كم مرة؟ يعني ما تعرفش انك انت اللي بتتصل، احنا بس اللي عارفين. الحمد لله ولا مرة. يعني مفيش بنت كده مثلا وانت قاعدين في كافيه بنت أمورة كانت قاعدة رحت بصيت لها بصة كده؟ ايوه اصل الخيانة تبتدي بالعين. ما حصلتش؟ البصات دي ده طبيعي يعني مثلا. كل بيبقى على فكره كل بيبص رجاله وبيحاول كل مواطن انه يبص. بالظبط طالما طب ما حضرتش مثلا يوم الفرح بتاعكم لما ابتدت تعزم صحابها البنات اللي انت ما شفتهمش قبل كده، ما قلتش بينك وبين نفسك انت استعجلت يا احمد؟ ايه ده؟ لا تلاقيه كان بيحبها ولا دموع على نزل ما كانش دموعه فرح؟ خلي بالك مفيش راجل ممكن الفرح يقول الكلمه دي. مش هيقول بينه وبين نفسه. دم قلبه. لا وغير ده ما دام قلبه هو طالما انا اخترتها ويبقى هي باليه ساعتها يعني كانت تبقى ماليه عينيا. ممكن بقى بعد كده بالخلافات بالمواضيع هي مثلا مش واثقه في نفسها فتبتدي ايه ابص بره ابص يعني هي لما تشك في نفسها واحده يعني هي لما تشك في نفسها فانت تدخلها مش هو ده اللي بيدي على الخيانه ازاي يعني؟ رد على الاستاذه رد على الاستاذه جبته لنفسك رد يعني على الاستاذه جبته لنفسك يعني، يعني بدل ما تشك في نفسها تطمنها وتحضن خوفها وتقول لها ما تشكش في نفسها وترجع لها قيمه الثقه لان انت راجلها فتقوم تكمل عليها وتخونها. لا ما هو ده حلو كله انا معاكي بس مره على الثانيه على الثالثه الرابعه الواحد بيبتدي يزهق. انت عمرك ما هتدافع عن الخيانه الا لما تكون خاين يا احمد. ربنا احمد خليك معايا انا مالكش دعوه بيها. خليك معايا انا احمد خليك احنا رجاله زي بعض احنا رجاله زي بعض. بس انا عايز اسالك سؤال بس عشان خاطر الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بيتفرجوا علينا. مراتك قدمت لك الحاجات اللي خليتك ما تبصش لغيرها؟ يعني مهتميه بنفسها، مهتميه بيك، مهتميه بالبيت، مهتميه بالاكل بتاعك، بتسمع كلامك، وفي نفس الوقت انت مديها الحريه بتاعتها ومديها الثقه. يعني ايه اللي خلى الحياه بينكم وبين بعض ناجحه وخليتك ما تبصش بره؟ هو تقريبا احمد فصل. لا احمد مراته قفشته وهو بيتكلم في التليفون. بالظبط مراته قفشته. احمد كان مهدد في بدايه المكالمه كان بيدافع عن الخيانه اذا هو خاين. لا الراجل بيتكلم عن الرجاله بيقول ان احنا حاجه في دمنا، شفنا واحده حلوه ما نقولش بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده احنا محتاجين يعني ندي ابروفز للستات في مصر ردا على الكلام ده. طب خلينا نخش بقى ايه في صلب الموضوع. خش صلب. ايه علاقه الابراج بالخيانه ولا هي مالهاش علاقه؟ هو يعني بص الابراج احنا قلنا هي صفات وطباع. تمام. فاكيد الصفات والطباع بتاعتنا لو فكرنا ان احنا نكون اكيد هتفرق معانا في طريقه الخيانه. يعني مثلا احنا مش هنقول يعني كل برج مختلف عن البرج التاني في طريقه خيانته. كل برج مختلف عن البرج التاني في الاتيتيود بتاعه في طباعه وصفاته في كل شيء. يعني في حد بيخون بشياكه؟ طبعا في حد بيخون بشياكه، في حد بيخون باندفاع، في حد بيخون في حد بيخون بغباء وبيتقفش. طبعا. يعني نجيبها كده لو اتكلمنا في الابراج. وطبعا يا جماعه احنا قلنا الابراج دي مش قران وما نمشيش حياتنا عليها، وقلنا ان التربيه والثقافه والعادات والتقاليد والظروف المحيطه بتاثر في حياتنا اكتر بكتير من الابراج. ممكن تلاقي اتنين توأم يعني المفروض هما الاتنين نفس الصفات والطباع، وهتلاقي ده بحاجه وده بحاجه، بس هتلاقي برضو في حاجات مشتركه ما بينهم وبين بعض. لو ابتدينا ببرج الحمل، لو فكرنا ان برج الحمل هو بيخون هيبقى عامل ازاي؟ برج الحمل الجريء المتهور المندفع. انا بخونك في حاجه بجد؟ ده لو اتكلمنا في الحمل بجح يعني مش بجح، جريء ومتهور. مدافع ما بيخافش. طب جامد شجاع. شوف مصطفى برج ايه نشوفه بيخون ازاي يا مصطفى. خلاص انت اكدت ان الراجل بيخون. كلكم خاينين. كلنا خاينين يا مصطفى. مساء الفل استاذ علاء.
مساء الفل. ايوه استاذ علاء، ما تقولش استاذه هبه، احنا رجاله زي بعض مع بعضينا النهارده. مساء الفل عليك علاء. يا عم مصطفى من قبل ما ترد. مساء الفل عليك علاء. مساء القشطه عليك. قول لي اخر مره خنتها ازاي؟ ما قالكيش مساء الخير يا هبه، تخلي بالك ما قالش مساء الفل يا هبه، ما قالش. اخر مره خنتها ازاي؟ ايه اللي يخلي الراجل ممكن يخون الست؟ ايه بقى؟ عايزين يكون في مساواه عشان الحلقه تبقى فيها مساواه. لا النهارده الحلقه للراجل بيخون الست. الراجل بيخون الست. خلي بالك، هي اول ما انت رديت بتقول هو انت خنتها ليه بالظبط؟ انا ازاي خلاص اجمعت انك انت اساسا خلاص خنت. لا لا لا، هو الخيانه احيانا بتبقى طبع واحيانا بتبقى طفات. تمام. واحيانا كمان بيبقى في سبب للخيانه. حضرتك متجوز الاول يا استاذ مصطفى؟ متجوز. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش، بقالك كام سنه متجوز يا استاذ مصطفى؟ خمس سنين. لا حول ولا قوة الا بالله. خمس سنين متجوز وما خنتهاش ولا مرة؟ لا 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 الحمد لله. ما حاول. هي مرات حضرتك جنبك يعني، ممكن تاخد التليفون على جنب وتعترف، مفيش اي مشكلة. لو في اي تهديدات حضرتك ما تخافش. استاذ مصطفى عايزك قطر، دي عايزك قطر تقول كل حاجة. لا احنا عايزين نعمل حلقة بقى عكس الكلام ده كله. طب حضرتك ما بتخونهاش ليه؟ يعني حضرتك ما بتخونهاش ليه؟ يعني مراتك ايه اللي قدمته لك عشان تنصح الستات التانية اللي هي برضو متجوزة رجالة زي انا كده يعملوا ايه؟ يعني مراتك قدمت لك ايه؟ بتهتم بالبيت، بتهتم بيك، دمها خفيف، بتساعدك في الشغل، بتعمل ايه؟ مطيعة، بتسمع الكلام وبتهتم بنفسها، فمش مدياني فرصة ان انا زي ما الاستاذة هبة قالت. حلوة قوي الجملة دي، مش مديا فرصة. اسألي، طب اسألي بقى، انت مهتم بنفسك يعني؟ هي مش مدياك فرصة ان انت حتى تبص برا، هي مكفياك وشغل عليك حياتك. على فكرة دي نقطة مهمة جدا لعدم خيانة الراجل. طب سؤالي يا استاذ مصطفى، حضرتك برضو مهتم بنفسك وبتسمع كلامها زي ما هي بتعمل، ولا هي ديكتاتورية منك؟ يعني بتروح الجيم، بتهتم بشكلك في البيت، يعني بتعمل حاجات دي برضه؟ في اهتمام متبادل اكيد. هيبقى هي حتى لو انا مهمل في نفسي هتضطرني ان انا بكون مهتم بنفسي. ولو حضرتك مهمل في نفسك هي تبقى مهملة. مظبوط، موضوع متبادل. مظبوط. واشكرك جدا يا مصطفى. لين نرجع نكمل كل برج ممكن يخون ازاي. احنا قلنا الحمل. الحمل بجح. ما قلناش بيجح، ليه نقول بيجح كده؟ كده الحمل يا جماعه بتوع برج الحمل استنوا على باب المدينه. والرجاله كلها احنا نلم بعض النهارده يا جماعه، لازم ناخد وقفه كده اهو عشان اللي بتعمله فينا. يا ريت كلكم تتلموا في حته واحده. التور. التور. التور عنيد وما بيعترفش بغلطه، يعني بيخون. ممكن يقول لا مش انا، ويقول مش انا، لا دي اختي منى. يعني انا كنت انا انا ويحاول يقنعك ويحاول يقنعك ان هو ما عملش حاجه. انا ما غلطتش اصلا، انا خنت. يا ابني انا لسه شايفاك بعناية، انت كنت قاعد مع بنت. انا كنت قاعد مع واحده. لا مش انا طبعا، ده اكيد حد شبهك. وممكن هو اللي خصمك، يعني 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 تبقى انت اللي زعلان منه وتقول له ان انت عملت كذا كذا كذا، وهو اللي يقلب عليك. هيبقى بارد قوي. بارد. ها بس ممكن يخش فينا شمال، يعني يا بارد، يعني هو يا كده يا كده، ما عندوش وسطيه. يا كده يا كده. الورقه الترابيه معظمها كده، ما عندهاش يا ابيض يا اللي يسر. بعد التور بقى ده التور احنا قلناه. اللي بعده يعني اللي بعدي السرطان. سرطان. انا خنتك مش خنتكيش، انا خنتك بس عشان اتاكد انك احسن واحده في الدنيا. طب منين اعرف يا ست الكل انك ست الكل من غير ما اعرف الكل؟ مش كان لازم اتاكد؟ واتاكدت انك انت ست الكل. عمر انت يا عسل. هو ده برج السرطان الرومانسي. الاسد. برج الاسد. لا بص، برج الاسد بيحب البنات قوي. احنا بنحب، انا برج الاسد يا جماعه. انا بحب البنات جدا. هي كل الرجاله بتحب البنات، بس احنا بنحبهم بطريقه اوفر. لازم يكون في حياتنا واحده، يا بنحب واحده بننسى واحده بواحده، يا واحده ما بتتنسيش. وانا لازم اكون مخلص لكل البنات اللي في حياتي. انا مخلص، ابقى مخلص لمراتي وصاحبتي وجارتي ومدام عفاف اللي في الدور الرابع وكل لازم لهم. ازاي وانت تعرف الشله دي كلها؟ لازم اخلص لهم. وانا دلوقتي لما مراتي بتقول لي انت بتخوني، انا اخونك ليه؟ ما بفهمش. انا ممكن اشوف واحده غيرك. انا عايزه اعرف بجد. يعني بجد رد عليا، رد عليا، رد عليا ردود، يعني ردود واضحه كده تحت بعضها. الراجل بيجي له قلب منين يخون؟ يعني الناس دي سايبه ضميرها في شنطه في البيت؟ يعني هقول لك، يعني ازاي يجي له نفس انه يبقى مع واحده ويرجع يتعامل مع مراته عادي جدا؟ مفيش احساس بالذنب، تأنيب الضمير، يعني ما ببقاش حاسس ان هو عمل حاجه غلط. هينام ازاي؟ طيب هيحاسب نفسه ازاي؟ بيعملوا كده ليه؟
ليه؟ طيب مبدئيا خلينا متفقين ان احنا كلنا بصمه، يعني انا مش شبهك وانت مش شبه فلان، وكل واحد فينا ليه اسلوب مختلف. وفي واحد لما بيغلط الغلطه بيندم عليها، وفي واحد بيستسهل وبيحلل لنفسه اي غلط هو بيعمله. هو تختلف من بني ادم للتاني، كل واحد واخلاقه وتربيته وعلاقته عامله ازاي مع ربنا. اساسا اللي خان عمل حاجه حرام، خلينا متفقين. اوكي، ففي واحد عمل حاجه حرام وتابع عليها، في واحد عادي بيستهل الحرام ده. اوكي، في واحد مكمل مع مراته غصب عنه او غصب عنها. وفي ناس تانيه كتيره جدا احنا بنشوفها حالات الطلاق كتير، ومن الناس اللي بتطلق دي بتطلق ليه؟ عشان خاينين. مش كلهم خاينين برضه، عشان ممكن يكون عدم تكافؤ وعدم اتفاق. انا بفوكس جانب الخيانه بالنسبه لمثلا حالات الطلاق الكتير. خلاص، ما هو انت عندك الزنا والغنى لا يجتمعون بحياه واحده، فاهم؟ ما في ناس كتير قوي خلي بالك، ما هو ربنا برضه. لا انا بتكلم عن الغنى، هو هو هو, هو غناء الحياه وليس غناء المال، فاهم؟ ان انت تبقى حياتك كلها ماشيه بما يرضي الله، ان انت يبقى ربنا مبارك لك في كل حاجه، ان انت يبقى بيتك مفتوح، ان انت تبقى حياتك كلها ماشيه طبيعي. الا لو انت بتعمل حاجه بتغضب ربنا، طبيعي هتلاقي فقر في حياتك. يعني بص، خلينا يعني هو طبعا الزنا بيجيب الفقر. تمام. بس احنا دلوقتي للاسف احنا بقى الموضوع ده للاسف بقى كتير. يعني في ناس كتير قوي ما بقاش عندها ضمير في الحته ديت، سواء راجل سواء ست. في ناس كتير بقت شايفه ربنا اللي فوقيها. صح. احنا انا مش سيدنا يوسف، يعني انا كرجاله مش سيدنا يوسف، احنا كلنا مش ملايكه، كلنا بنغلط. اوكي، بس الغلط بقى زياده، مش ده بس، حاجات كتير. احنا بقينا بنكذب اكتر من زمان، بقينا بنخون اكتر من زمان. بص، احنا لو قعدنا بننافق اكتر من زمان، قعدنا نقارن بزمان، خلاص مش هنوصل لحاجه. تعالى نشوف منا. يا منا، مساء الفل. الو الو، مساء الفل يا منا. تمام، انت برج ايه؟ انا 5/5 وخطيبي 19/9. هي تور؟ هي برج التور وهو برج العذراء. هو عذراء. طيب، عايزه تشوفي التوافق يعني ما بينكم قد ايه؟ او بصراحه يعني خطيبي اتكلم عليا وكده. ف اتكلم عليكي ازاي؟ اتكلم عليكي في ايه؟ اتكلم عليكي ليه؟ يعني اتكلم واحده عليا. يعني ايه؟ بيكلم واحدة عليك ازاي برضو؟ يعني بيكلمها، بياخد معاها درس فرنساوي، بيكلم واحدة يعني اكيد بيعرف واحدة عليك. بيعرف بيكلمها ثانية واحدة نبدي البنت في بيعرف بالصفحة. واحدة عليك ازاي؟ قولي لي بيعمل ايه يعني؟ بيعرف واحدة عليك ازاي؟ ايه اللي اكتشفتيه؟ يعني. منا استأذنك اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. طيب، اشكرك جدا. منا تور وعذراء. سيبك من تور وعذراء دلوقتي، هنتكلم عن التور والعذراء. هو تور وعذراء ابراج ترابيه زي بعض. لو على الابراج في منهم وبين بعض اتفاق، لكن هل في بينها وبين خطيبها ده تكافؤ فكري مادي؟ الراجل لسه في اوله وهما الاثنين مخطوبين وبيكلم واحده غيرها. معرفش بقى بيكلم واحده غيرها ازاي. هي اتاكدت ولا ما اتاكدتش؟ اكتشفت الموضوع ازاي؟ فانت مكمله مع واحد ليه اصلا بيخونك من اولها؟ ولا ترى بشيء هيكمله للاخر؟ ما هو اللي عنده المبدا اصلا الخيانه وانت مش مالي يعني من الاول، ما هو هيكمل في ده. طيب، خلينا نستكمل صفات الابراج وبعدين نرجع نشوف نحد زي من موضوع الخيانه. طيب، احنا قلنا احنا الأسد. وصلنا للاسد. العذراء. العذراء مبدئيا ينتقد كل شيء ولا يسمح بانتقاده، وما يغلط الغلط يبرره لك. بص يا ستي، بيعترف؟ لا، ما بيعترفش. بيقول لك ينتقد كل شيء ولا يسمح بانتقاده، بيبرر اي غلطه بيعملها. بصي، هو انا خنتك، بس انا كان لازم اخونك عشان اتاكد من حاجه معينه. ما كنت باخد ايه الحاجه المعينه دي؟ دي حاجه تخصني انا. واقعد يبيك يمين وشمال شمال ويمين، في الاخر انت هتزهقي وهتنسي اصلا ان هو خانك. طيب، هو العذراء شكاك؟ العذراء شكاك. العذراء ده اذكى برج في الابراج كلها. طب هقول لك على حاجه، هو العذراء ممكن يبقى بيخون من منطلق ان هو حاسس ان اللي قدامه ممكن يقهره، فبيعمل احتياطاته عشان لو اللي قدامه زعله في يوم يقول طب ما انا كمان زعلته، فاحنا كده متساويين. يعني بيعمل عمليه ارضاء نفس. لا، مش العذراء ده، اي بني في بني ادمين كده، مش هنختصها في برج معين. ده برج العذراء. نيجي بعد برج العذراء برج الميزان، عقل وروقان. برج الميزان هو متردد جدا، عنده دايما حيره ما بين قلبه وبين عقله، فهو اساسا ما بيلحقش يوصل لمرحله الخيانه. ده الميزان. ده الميزان ما بيلحقش يوصلها. اذا الراجل يعني قلبه راح لوحده. الراجل الميزان مش خاين. لا، خاين. قلنا كل الرجاله عينيها زايغه. بس لو بيتكلم عن الابراج فهو اقلهم. الراجل بيحركوا قلبه وعقله مع بعض. فلو قلبه خده ناحيه واحده فعقله بيقول له لا ما ينفعش. ولو عقله خده ناحيه واحده
وقلب مع واحده تانية في قلبه بيقولوا ما بينفعش. نيجي بعد كده عن برج العقرب. العقرب العقرب من اكتر الابراج اللي بتستميت في الدفاع عن الناس اللي بتحبها لغايه اخر لحظه. يعني بيتهيألي برضو من اقل الابراج خيانه لانه بيحب قوي وما يرتبطش بحد هو ما بيحبوش. فشور العقرب اقلهم خيانه. نيجي بعد العقرب نيجي على برج القوس اللي معرفته احسن من الفلوس. لا الراجل بتاع القوس بيحب البنات قوي. بيحبهم يعني ما نقدرش انا بيحبهم الصراحه. خلينا متفقين يعني القوس خاين برضو. ما نقولش القوس خاين. احنا بنتكلم عن الابراج وعلاقتها بالخيانه فبقول لك القوس بيحب البنات. مش معنى كده ان كل الرجال بتوع القوس خاينه. وخلي بالك ما طب القوس بيخون ازاي؟ القوس بيخون ازاي؟ كده اهو هيكون بيخون ازاي؟ حسب في بيخون ان هو اتجوز واحده على مراته، في اللي بيصاحب واحده على مراته. اوكي وخلي بالك ما هو يعني حسب حالته الاجتماعيه حسب برضه شكله حسب شخصيته حسب فلوسه حسب سلطته حسب ايه عوامل الجذب اللي عنده اللي خلت واحده تانية اصلا تقبل براجل متجوز ان هي تصاحبه. طب الدلو؟ لا اللي بعد القوس الجدي. الجدي اصلا برج الجدي. الجدي شخصيه قويه جدا، نص شخصيه دمها خفيف جدا ونصها التاني جد جدا. الجدي بيحب البنات برضه. يعني الجدي من الابراج بيخون ازاي؟ يعني يعني ايه طريقه تعبيره عن الخيانه؟ لا ده بيعمل الحاجه في الدايره ما حدش بيحس بيه. ذكي قوي. ده جد وعنيف جدا مع نفسه. يعني ممكن يخون عند بعد الجدي. بعد الجدي الدلو الدلو الدلو. ايوه بيخون ازاي؟ ده برج الحلم. لا الدلو برضو لما بيحب واحده بيخلص لها جدا، صعب ان هو يبص لواحده تانية. ولو فكر ان هو يبص لواحده تانية بيلوم نفسه جامد جدا، فيا اما هيقطع معاه عشان يقدر يكمل مع التانية، يا اما هيقعد يضرب نفسه وهيلوم نفسه كتير. في الاخر هيروح زي العبيط يروح يعترف لمراته او صاحبته. يعني الجدي بيعترف. الدلو احنا في الدلو. سوري الدلو بيعترف. اسمه برج الحلو. تمام بيعترف. الدلو بيعترف. طيب برج الحوت. الحوت جامد موت. ها بيخون ازاي؟ برج الحوت ده طيب ورومانسي. بس محتال كده. هو لا هو من نوع برضه هو ممكن يخون بس هيخونها مع واحده بس الصراحه. الراجل كتر خيره يعني. مش هيلم كتير يعني. يعني بي 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 بيلملم الموضوع. الرجاله بتحب الستات. الستات دي اللي خلت الرجاله تحارب. الستات دي اللي خلت الرجاله تختلس. نص الرجاله اللي في السجن بسبب الستات. الله انت بتتكلمي في ايه؟ انتوا سهلين. الراجل الستات ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل ودين وممكن واحده بس لابسه جيبه قصيره تخلي 20 راجل يبصوا عليها وراحه وهي جايه. طبعا تعرف ليه؟ كل الرجاله. عارف ليه؟ عارف ليه ولا انت عارف؟ انا عارف. انت عايزه تعرفي الجمهور. خلاص لا بلاش. احنا نزلنا الشارع وسالنا الناس عن الخيانه او الستات بشكل خاص احنا ليه بنتخان وراي الناس في الخيانه. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع علاء منصور. بتخون ليه يا محمود؟ انا عمري ما خنت في حياتي. يا سلام. حاجه غلط ممكن تتخيلها الا ان اخون. الا ان انا اخون واحد صاحبي الحقيقه. لا لا بجد ليه بتخون؟ الرجاله يعني قصدك ليه بنخون؟ يعني ساعات لما بتشوف حاجه ما تعتبرش خيانه تعتبر تجديد. يعني لو انا بجدد بتزهق يعني من البنت اللي معاك فب... بتشوف واحده غيرها. بالظبط حاجه زي كده اللي هو ايه بعمل حاجه جديده بس. طيب رايك ان الراجل اللي ممكن يتخان ده يتعاقب ازاي؟ لا يعني وليه شنو في ميدان عام ليه يتعاقب اصلا؟ يعني الخيانه دي حاجه مباحه يعني مش لا هو عادي يعني الخيانه ساعات بتحصل من الراجل ومن الست يعني مش لازم تبقى عقاب حتى احكي لي عن موقف خنت فيه حد. ما لا انا صاحبت. لا لا عمري. مش هتشوفنا يلا. لا 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 عمري خنت حد خالص. بتخونها ليه يا سي؟ لا عمر ما خنتها. ليه كده؟ عشان بحبها. عمرك ما خنت؟ لا ده كان الاول قبل ما اتجوز. يعني انت معايا ان نسبه الخيانه كبيره. طبعا. صح اكيد. طيب تفتكر احنا كستات ليه بنتخان؟ على حسب الاختلافات بينهم وبين بعض. ممكن ما نكونش متوافقين بان ما عندهاش مبدا كده على طول. الست يعني الكلام ده ما ينفعش طبعا. بان لو ست في مبادئ والراجل ماشي على مبدئه عمر ما يكون في اي وضع. يا النت والدش والمخدرات. اسمي المهندس جمال عبد الحميد. تفتكر الستات ليه بتتخان في مصر؟ بتتخان؟ يبقى السبب هي. كل حد محملين الموضوع على الست. بص انا متجوز بقالي 40 سنه. ما
ما شاء الله ما حصلش الكلام ده عندي. والله ده يرجع للراجل نفسه اذا كان هو في طبعه. لقيت حد بيقول لي ان المشكله في الراجل، ليه بقى؟ اهو يعني في راجل عينه فارغه، وفي ست مش برضو مش مخليه الراجل انه يعني مش مهتميه بيه، مش ماليه عينه، مش ماليه عينه وكده، مش مسيطره. الرجاله بتخون يعني ساعات بيبقى السبب عند الراجل، وده طبيعه وغريزه فيه ان هو ما بيكفوهش واحده. وبمشي لك على مبدا الشرع، بيقول الشرع محلل له اربعه، فدايما بفضل يقول انا ليا اربعه. من تقصير الستات للراجل لما تقصر في حقه. شايفين يا جماعه ان كل الرجاله قالت نفس السبب. لا ما هو دي حقيقه يعني لو هي طايعه ونظيفه ومراعيه بيتها عمره ما هيفكر في غيرها. هي ممكن تكون تفاصيل عين وفي انحلال اخلاقي يعني حسب برضه. خنت قبل كده بصراحه؟ ربنا شايفك دلوقتي. امنتي؟ لا ولا مره. ولا مره. ولا مره خنت؟ ولا مره. لو خانتك يا تم؟ لو خانتني بما انها حب 7 سنين فممكن تقتلها. لا لا صعب. تتفاهم يعني ممكن تسامحها؟ بس على حسب نوع الخيانه يعني. لو الامر اكبر من اللازم فهيبقى صعب جدا طبعا. انت بتفتكر الستات في مصر ليه بتتخان؟ بتتخان؟ لا دي نزوع عند اي راجل يعني ان هو يجرب حاجه واتنين كده يعني. ولا مره. كنتها كم مره؟ ولا مره. قولي مش هقول. لا والله ولا مره. ولا مره؟ طب انت ما اتخنتش؟ اتخنت طبعا. يعني هي خانتك فطلقتها؟ عملت ايه؟ يعني سافرت برا وحبت تقعد برا. حبت واحد برا وهي لسه على ذمتك؟ راجل دي طبيعه في اي راجل. مش عاجبه اي ست. الحقيقه الشكوى دي بيجي لي مرارا من الستات كلها. العيب في الراجل يا حبيبتي مش فينا خالص. الراجل بطبيعته ان هو مش مزواج، لا هو خاين. دي حقيقه. دي حاجه في دمه. دي حاجه في دمه. مهما تعملي مهما نعمل فيهم، مهما تبقى الست جميله مش عارفين. بجد يعني انا وانا بسال انا شايفه الكذب في عينه. هو بيقول لا عمري ما خنتها. انا شفت، انا حسيت ال- ال- الجمله اصلا جمله يعني ثقيله على الودن. طيب علي انا طبعا انا كنت عايزه اعرف الناس اللي بيكلموني برج ايه، ولكن انا كنت سايبه لك انت الموضوع ده. انا عايزاك تقول لي ترتيب الابراج من حيث الخيانه والوفاء. انت كده هتودينا في داهيه يعني. المشكله إيه؟ واحده تقول طيب واحده بتقول لخطيبها تكلمه في التليفون، على فكره انت طلعت برج القوس وبرج القوس ده خيانه مش هنقدر نكمل مع بعض. انا هنا تربيه والثقافه، ما فيش طيب. جامع برج القوس طيب اوكي، وفي واحد ما بيطلعش من النايت كلاب برج طيب. القوس هسالك اسئله ترد عليها ردود سريعه. اكثر الابراج خيانه لو قلنا كابراج يعني الجوزاء. طيب اكثر الابراج وفاء. وفاء؟ ها بتتكلمي جد؟ اه صعب قوي الموضوع ده. بس اقول لو اكتر برج وفاء الدلو. احنا على فكره بنتكلم عن الرجاله. اوكي لا ما بنتكلمش عن الرجاله، بس احنا بنتكلم، احنا قلنا ان مش بالابراج بس، بالتربيه والثقافه والظروف المحيطه والعادات والتقاليد والدين والاخلاق. بس قلنا بنتكلم في الابراج خلاص، وبرده ما نقولش قران. وضحت وجهه نظرك خلاص. بتوع الجوزاء استنوني بره، دول شايلين مني قد كده. انا الجوزاء دول مبهدلهم. طيب يعني قلنا اكثر الابراج خيانه هو الجوزاء، اكثر الابراج وفاء هو الدلو. اكثر الابراج كذب. اكثر الابراج كذب وتحوير. بيكذبوا قوي وحوروا قوي. العذراء. العذراء. ليه بقى؟ عشان اذكياء قوي، فبيعرف يوصل لك حتى الحاجه اللي بيكذب عليكي فيها حاسه لك ان هي صحيحه. طيب اكتر برج حبيب. برج حبيب السرطان وبعديه الاسد. طيب اكتر برج ضميره صاحي. ما هي الضمير دي مالهاش علاقه بالابراج. ضميره صاحي. لكن لو قلنا بالابراج ضميره صاحي، بيلوم نفسه، بيتكلم مع نفسه كتير، ممكن نقول الاسد. الاسد انه بيسامح كتير بس ما بينساش. فما ما بيفتكر الشيء اللي غلط فيه بيلوم نفسه عليه. اقول لك على حاجه بمناسبه ان انا اسد. انا ماشي بمبدا التراكمات. اللي هو انا هسامحك مره واثنين وعشرة، بس ال11 قابلني لو عرفتني تاني في حياتي. الاسد فيه حاجه جميله جدا ووحشه جدا في نفس الوقت. احنا بنفضل طيبين ومؤدبين وذوق وشياكه، ومرة واحدة نجمع الكلام ده كله فعلا في الاخر يلاقوا بركان في وشهم يهدهم يخوفهم. ايوه يعني دايما رد فعلي بيبقى غير متوقع. اللي قدامي بيخاف. لو انت كنت طيب وكويس ولذيذ. لا ما انت عشان انا كنت طيب وكويس ولذيذ انت ندمتني على ده فوصلتني لده. عندي وش تاني ما احبش انك انت تشوفه. صح. انا معايا شروق. شروق شروق شروق. ايوه
مساء الفل يا شروق. هو انا تاريخ ميلادتي ولادتي يعني 13/5، فمش عارفه برج ايه. تور. 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 برج التور. بيصعبوا عليا قوي بتوع برج التور ده. ليه بقى؟ انت ايه؟ تور جدا يا شروق. انت شكلك تور صح؟ انت شكلك تور. ليه بقى؟ لا انا بكلمك اسم البرج نفسه. اه. انت تور. اه. لا انا برج التور حضرتك. الابراج التاني انت اسد، انت دلو، انا طور. طب ما بتتقالش دلو، هو بتتقال جردل والجدي التجدي والدلو خروف وبتاع. الدلو جردل يعني. طيب احنا كلمنا عن بعض الصفات اللي كانت موجوده في الابراج، ووصلنا لحد البرج الحبيب. طيب. قلنا السرطان والاسد. طيب اكتر برج بينفض. بينفض يلا ويحلق لك يلا، كان ايه؟ كان الجدي. الجدي. طيب لا سوري، جدي. طيب. الجدي بينفض يلا يحلق لك. طيب. يلا صح. اكتر الابراج برود. اكتر انا بارد يلا. انا بارد ولع يلا. انا بارد يلا. الكوز. مظبوط. صح، انت مذاكر تحفظ الاغنيه كويس. ايوه. طيب اكتر الابراج اللي بيهتم بشكله ومظهره. الاسد. الاسد وبعد كده الدلو. الاسد وبعد كده الدلو. الاسد وبعد كده الدلو والتور. التور يحب يجيب الحاجه الغاليه شيك، يحب يبقى الصرف باين عليه. طيب اكتر الابراج تميزا ونجاحا وبيستقطبوا الاماكن المناصب المناصب في الدوله. برج العظماء برج الميزان يعني. لو والجدي يعني. الجدي زعيم جمال عبد الناصر، انور السادات، نيلسون مانديلا، جيم كاري، ألفيس بريسلي، داليدا، سمير صبري، ليلى علوي، نيلي، لام شاهين، انغام. ولو اتكلمنا عن الميزان، اميتاب باتشن، المهاتما غاندي، ويل سميث، كيم كارديشن، عمرو دياب، محمد منير، شيرين عبد الوهاب. دي من الابراج اللي فيها. الاسد برضو عندنا في رشدي اباظة، نابليون بونابارت، فريد شوقي، كريم عبد العزيز، تامر حسني. ده في فيهم ناس واصله شويه يعني. طيب عايزك تقول لي علاء الابراج المناسبه للمهن، يعني كل برج المفروض يبقى مهنته ايه؟ حلو حلو الموضوع ده. يلا الحمل. الحمل شجاع جدا، فينفع ضابط، ينفع قائد. يجي بقى تنفع بيزنس وومن في الستات، ان هم عندهم جراءه غير طبيعيه، يخشوا في اي حاجه بوشهم ما عندهمش اي مشكله. التاني برج التور. التور. التور بيحب يصرف ويكلف، يعني التور ده يحب يكون صاحب مال، صاحب مشروع، صاحب شركه. بيحب الفلوس. بيحب الفلوس. نيجي بعد التور السرطان. السرطان. السرطان ده حاجه السرطان ده مطرب رومانسي. السرطان ده صاحب مكان كافي شيك، مطعم على النيل. اوكي، صاحب برنامج رومانتيك، مطرب عاطفي. ده السرطان. اسد. الاسد ينفع قائد، يعني الاسد بيحب يؤمر، ينفع مدير. اوكي. الاسد بيحب بس خلي بالك بيهتم بادق التفاصيل. هو بيحب يؤمر بس 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 دماغه متكلفه، يعني دماغه مش فاضيه. هو يعني هو عارف بيقول ايه. بصي الاسد يهتم بادق التفاصيل، يعني مثلا الاستوديو اللي احنا موجودين فيه، هو الكوبايتين دول لازم قصاد بعض كده. ايوه. هي اللوحه ديت مايله شويه، مايله ليه؟ ما ممكن تبقى معدوله، ايه المشكله؟ فبيهتم بادق التفاصيل. وما بيجي يشتغل بيبقى جد جدا في الشغل بتاعه، يعني يبقى قائد مدير بقى يعني. قائد مدير. طب العذراء. العذراء زي ما قلنا ينتقد كل شيء ولا يسمح بانتقاد، وذكي جدا فينفع في المخابرات. اوكي، ينفع مثلا في استعلامات في بنك. ينفع مراسل في الشارع يسال ويجيب الحاجه من الاخر، ينفع وكيل نيابه هكذا. بعض العذراء برج الميزان. برج الميزان متردد قوي وما بيبانش عليهم السن، فتلاقيهم بيحبوا الحاجات اللي فيها فن، فيها ذوق، الديكور، الاتيكيت. بيحبوا الحاجات اللي فيها الشياكة، اللي فيها جمع ما بين الاحساس والعقل. الجدي. لا بعد الميزان العقرب. العقرب سوري. العقرب الغامض القامض الصامت اللي ما بنعرفش هو بيفكر فيه. ضابط امن الدوله. ينفع ضابط امن دوله، ينفع جاسوس، ينفع عميله، ينفع عميل، ينفع مخابرات، ينفع وكيل نيابه، ضابط مباحث. الحاجات ديت انك انت مش عارفه هو بيفكر في ايه، فهو قاعد بيجيب لك اللي هو اللي عايز يجيبه منك. الجدي. الجدي بتضحك ليه؟ يا جماعه الكرسي، هي الكرسي اللي قاعد عليه عمال ينزل. طيب واللحظه بحس ان بقت اطول. بنتوقف نتوقف عند الجدي. خلينا ناخد حازم. مساء الفل. مساء الخير. انا بعتذر جدا على التاخير. ماشي، بس معانا حضرتك اسمي الاعلامي حازم توفيق من التلفزيون الهولندي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الفل عليك. لست حازم بس علشان انا ويت بقالي بالظبط دلوقتي 15 دقيقه. ما انا بقول لحضرتك 15 دقيقه دولي جاينا وعرفنا.
انا بعتذر بس معانا مكالمات كتير. من فضلك اديني فرصة اتكلم بعد اذنك. انا ويت من قبل التقرير بعشر دقايق تمام، ولما رجعت من التقرير حضرتك المفروض تاخدي المداخلات او هم يبغلغوكي، فقعدتم تتكلموا وبعدين فصلوا عن الخط واتصلت تاني. شكرا 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 يا استاذ حازم، اسفين جدا، بشكرك جدا على المداخله. وصلنا عند الجدي. طيب وصلنا عند الجدي. الجدي شخصيه قويه جدا وعنيده مع نفسها قبل ما تبقى عنيده مع الناس، وفيها شخصيه الزعامه زي ما قلنا، جمال عبد الناصر، انور السادات، قبليها كانوا ظباط، سوري إلفيس بريسلي، راجل بدا وعمل حاجه اسمها روك اند رول في امريكا، داليدا، شوف الابداع اللي موجود عندهم. فتقدر تقول ان الجدي ده ينفعه جدا في اي شيء فيه ابداع فكري وابداع بدني. هم شاطرين جدا في ده، فممكن يشتغلوا اي شغلانه وهيبقوا متفوقين فيها. طب تعالى ناخد هبه من اسيوط ونكمل الدلو بقى، الدلو اللي جاي بعد كده صح؟ يا هبه. السلام عليكم. عليكم السلام. او سمحت، المواليد 29/9 1993. تمام حاضر. 29/9 العذراء صح؟ لا الميزان. طيب حاضر. عايز تعرفي ايه طيب في الميزان؟ يعني انا ودوزي متأكل في شهر 6 بس مش عارفه هو كام وكام. طب جوزك تاريخ ميلاده ايه؟ متفقين انا وهو. طيب جوزك تاريخ ميلاده ايه؟ 23/6. 23/6 اول السرطان. سرطان وميزان. طيب بشكرك. بتقول ان هما مش متوافقين مع بعض. مش متوافقين مش بسبب الابراج. التوافق يا جماعه، احنا قلنا الابراج، قلنا كل حاجه في الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش. احنا بنعرف صفات الابراج حاجه من الحاجات اللي بتعرفنا على الناس اللي قدامنا. قلنا الاول في بينا وبعض تكافؤ في الفكر، يعني هل انا متعلم وهي متعلمه؟ هل انا وهي نفس التربيه؟ يعني مثلا انا واحد متربي تربيه دينيه صارمه، ابويا وامي متشددين جدا، غير ما يعني انا لو ارتبطت بواحده باباها ومامتها كانوا عايشين بره في اوروبا مثلا والحياه عندهم فري شويه، ما انا كده هنطلع مع بعض. هيبقى في فجوه فكريه، بيبقى الشيء فرق بيني وبينها 20 سنه مثلا، ومتخيل هي تفهمني وانا هفهمها. انا من جيل وهي من جيل، انا متربي تربيه وشفت حاجات وهي متربيه تربيه وشافت حاجات ثانيه خالص. لكن في الابراج حاجه من ضمن حاجات، وقلنا ان هي مش قرآن وبنسبه 80% صح مش بنسبه 100%، لكن احنا نعرف برضو عيوب الابراج بتاعت اللي قدامنا عشان نعرف نتعامل معاها. اتعاملت مع برج عنيد، برج زي الجدي عنيد، زي الطور عنيد، زي العذراء عنيد، ابقى عارف ان انا بتعامل مع واحد عنيد، ما اخدش وادي واطر معاه في الكلام كتير. اتعاملت مع واحد رومانسي زي السرطان، يبقى بيحب الكلام الحلو، حابه اللي هو شايف القمر يعني يا ليلى. انت الجو ده بتقول ان 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 احنا قبل مثلا ما نتعرف على شخصيه معينه لازم نساله عن برجه وادرس الصفات وبناء عليه اعرف اتعامل معاه ازاي. برجه من ضمن حاجات كتير، من ضمن حاجات. ما انا واضح ان بتكلم على الابراج. لو بنكمل الابراج طبعا يفرق معايا البرج جدا. انا وانت اسود، انا وانت قاده، بنحب ندي اوامر ومتسلطين جدا. يعني رايي لا يمشي. انا وانت اصحاب على فكره، احنا نبقى اصحاب جدا فعلا، لكن في الارتباط لا. احنا اصحاب جدا في الارتباط. هينفع نرتبط بس العلاقه هتبقى صعبه. بس الاسود ما بتولفش على بعض، لا صداقه ولا ارتباط. كمان البنت بتاع برج الاسد اقوى بنت في الابراج كلها. ميرسي. فبرج الاسد كراجل شايف نفسه جدا ومناخيره في السماء وعزة نفسه فوق كل شيء. على ايه؟ ماشي كده يقول الارض تهدي عليك يا ادي، سواء على ايه او مش على ايه. فاجي ارتبط بواحده اقوى مني ونفس البرج وبنفس الصفات هطلع عينيا. انت تعرفي ان الاسد الوحيد هو اللي بيخاف من مراته؟ فعلا؟ تعرفي ان هي مرات الاسد هي اللي بتصطاد مش هو؟ هي اللي بتصطاد وهو اللي بياخد باله من العيال. هو بياخد باله من العيال. سيبوا نفسكم بقى. وصلنا للدلو. الدلو؟ برج الدلو هو المهنة. برج الدلو كريم جدا، يعني هو يحب يكون مثلا جمعيه خيريه، رجل اعمال، يحب في العلاقات العامه. ممكن يكون رائع بس اللي هيوش الفلوس واللي يعرف يحوشها غير ما يحتاجها، غير كده هو مبذر جدا. نزيه. نزيه زياده عن اللزوم ويحب يوري الكرم بتاع ده لكل الناس اللي موجوده حواليه. تمام. الحوت. الحوت بيدور على الحاجه الصعبه ويروح لها. هتلاقي معظم الناس العصاميين اللي بداوا من الصفر ووصلوا هتلاقيهم من مواليد برج الحوت. يعني تلاقي مهندس كمبيوتر مثلا بتاع حاجات معقده شويه، تلاقي تاجر، ممثل بدا من الصفر، واحد ناجح جدا في اي مجال بس هو ما بداش ناجح، بدا من تحت خالص. من مشاهير مثلا البرج الحوت عندنا في الرجال احمد السقا. احمد السقا مع ان والده كان مخرج اخر معهد فنون مسرحيه، احنا كان ليه دور طالع مشاهدين في فيلم لنور الشريف
خلاص سايس عربيات طلع بس بينظف العربيات طلع لقطتين في الفيلم كده. طيب اسمه ليلى سخنة. لا خلينا ناخد اسماء. اسماء يا اسماء. ايوه مساء الخير. مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. تاريخ ميلادك انا عايزه اسال على بنت اولادي. هم اتنين توأم. تمام. 25/12 25/12 تمام. عايزه اسالك امتى وعايزه اسال كمان سؤال لحضرته امتى برج اورانوس هيخرج من برج الحمل؟ امتى الايه؟ امتى برج اورانوس هيخرج من برج الحمل؟ من برج الحمل. طيب حاضر بشكرك جدا. بص يعني انا هقول حاجه لكل يعني الناس. بص في العلم الفلك ان كل دايره الزمنيه بيمر في نفس الوقت ده كوكب على كوكب تاني. في المدارات السماويه. في المدارات فكل الحاجات دي طبعا بتاثر على حياتنا عامه وحياه الكره الارضيه كلها. لكن انا بقول ويعني انا واحترامي الشديد لكل الناس كل علماء الفلك والناس دي كلها انا مش عالم فلك ولا انا عالم ابراج. انا واحد درست طباع وصفات الابراج عن طريق المشاهير البرج ده. جبت التاريخ من اوله لاخره وشفت المشاهير بتوعه اتفقوا على ايه وشفت اصدقائي اللي بتعامل معاهم مع الناس ديت اتفقوا على ايه. يعني عملت دراسه مكثفه عن الموضوع عشان تعرف تتكلم عليه. طب معلش سؤال يعني اسماء مثلا يهمها في ايه برج فينوس ده جوه الحمل؟ هو للاسف في بعض الناس اللي بيقولوا عن الصوم علماء في الابراج اللي بيقولوا حظك السنه دي هيبقى كذا اللي مش عارف ايه اللي هم تدخلوا في غيب وعلم ربنا بيعرفوا الناس ان الكواكب لما تيجي تخش في مداراتهم ممكن تغير من تاريخ حياتهم وتغير من كل حاجه ما بيعملوها. بتحصل على فكره ولو ان كذب المنجمون او صدفوا. كذب المنجمون لو صدفوا. طيب معايا اسلام. انا مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. بعد اذنك انا بس مستغرب من حاجه عندي سؤال كده يعني. اتفضل. انا دلوقتي انا مش عارف موضوع الابراج. انا مش بصراحه يعني شخصيا يعني كواحد بفكر بطريقه علميه انا مش عارف ايه علاقته يعني بالواقع يعني انا مش عارف ازاي ربطوا الابراج بالحياه الواقعيه وبالبني ادمين يعني إيه؟ الابراج مالهاش علاقه بالحياه الواقعيه قد ما ليها علاقه ببعض صفات البني ادم. ايوه ازاي بقى؟ ما هو ده اللي انا عايز افهمه. عايز تعرف هو ازاي الابراج اثرت على صفاتنا وطباعنا؟ بالظبط كده. حالا حالا هنشرحها حالا. في اي سؤال تاني؟ لا متشكر قوي. ميرسي اتفضل. طيب بص مبدئيا الجسم بتاعنا 70% منه ميه. القمر زي ما بيأثر على المد والجزر فبرضو الكواكب اللي موجودة حوالينا والقمر بيأثر على السوائل اللي جوانا في تاريخ الميلاد بتاعنا. يعني اللي اتولد في الصيف غير اللي اتولد في الشتاء. اوكي. مثلا الناس اللي اتولدت في الشتاء كان دمهم اجمد جامد عن الناس اللي اتولدوا في الصيف. الدم بتاعهم سائل اكتر. ده مثلا بخصوص الحركة بتاعت الكواكب. الزمن نفسه اللي انت اتولدت فيه اللي اتولد الصبح غير اللي اتولد بالليل. غير ان الجسم بتاعنا ده في بداية تكوينه خالص هو خلق من طين ونار وهواء طين ونار وهواء وماء. فهو اوريدي العوامل دي كلها عشان كده عملنا الابراج الهوائية والترابية والمائية والنارية. فاحنا الكوكب اللي احنا بنتولد تحتيه اللي بيمر ساعتها في الفترة ديت من الزمن اللي فيها درجة الحرارة ديت اللي فيها القمر بيبقى موجود في المدار ده ساعتها وكواكب اللي حواليه كل ده بيخش الى حد ما في التكوين الفسيولوجي بتاع الجسم بتاعنا. لكن برضه بقول لحضرتك هو مش قران يعني انت مش لازم تكون فيك نفس الصفات بكامل مواليد اي برج. انا بعتبر الابراج دي ممكن تكون حاجه فاني كده او حاجه مثلا زي بريف صغير عن البني ادمين او هي مشاهير التاريخ اللي قلتنا كده يا هبه. الايه؟ مشاهير التاريخ فعلا ما جينا بنشوفهم لانهم كلهم بيتسموا بنفس الصفات. انا وانت برج الاسد وبنتسم بصفات كتير. يعني الكلام العلمي اللي قاله علاء ان 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 الابراج بتتحكم في السوائل عشان احنا جسمنا فيه 70% دم دم وميه سوري دي حاجه العلميه. فلما جينا طبقناها في الحياه الواقعيه لقينا فعلا ان كل الناس مواليد الشهر ده بيجتمعوا بيه الصفات دي. فلما اتعملت دراسات مكثفه عن الموضوع لقوا فعلا ان الموضوع صح مش كده. طيب خلونا نطلع فاصل ولسه مكملين معاكم في مساء الفل مع علاء منصور.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع نجم السوشيال ميديا وخبير التنميه البشريه والابراج علاء منصور. برحب بيك مره تانية. اهلا وسهلا. اهلا بقى. مساء الفل بقى. مساء القشطه. مساء الفل. طيب علاء، عايزه نصيحه منك للبنات، ابعدي عن ذكر البرج ده. ابعدي عن الذكور كلها جميعا، صدقيني هتكسبين. ده برج، كل برج فيه الحلو وفيه الوحش. اصل مفيش برج مثلا كل ما وليته الشيخ متولي الشعراوي. ها، هو كل برج فيه الحلو وفيه الوحش. نبعد عن مين؟ يعني ما نقدرش نقول نبعد عن مين. لازم تقولي. ما اقدرش اقول لك حاجه زي كده، ده صعب قوي. انا عادي ناس كتير قوي لو قلت لي. لا يلا نبعد عن مين؟ لا انا اقول ممكن نقول العيب اللي في كل نبعد برج. نبعد عن الثور. نبعد عن القوس. نبعد عن طيب نبعد عن الثور العنيد، ونبعد عن الجوزاء اللي مجنون وكل شويه حال. اتفضلي. هل يعني التاريخ الاولاني من شهر خمسة يفرق عن اخر شهر خمسة؟ طبعا. طب يعني المواليد بتوع اول الشهر اعند ولا اللي في اخر الشهر؟ يعني مين فيهم العنيد؟ اول الشهر بياخدوا صفات وطباع من الشهر اللي قبليه، ومواليد اخر البرج بياخدوا من صفات وطباع البرج اللي بعديه، مش تبقوا عارفين. يعني مثلا برج السرطان هو اللي قبل برج الاسد. فهنلاقي ان مواليد الاسد اللي في الاول واخدين شويه من الرومانسيه بتاعه السرطان. تاريخ كام في الثور عنيد جدا؟ لا احنا بنقول دايما العشرين يوم اللي في النص هم دول من اول كام صافي. يعني مثلا احنا برج الثور بنتكلم ان هو من اول 21/4. فانا معانا من 21/4 لغايه 21/5 لغايه 20/5 دول مواليد برج الثور. هنلاقي العناديين او ثور يعني ال 20/5 ده من اول واحد مثلا طور. من اول اخر اربعه، من اول اخر اربعه لغايه نص خمسه. دول ثور عناديين، يعني ثور يعني. فاحنا نبعد عن الطور العنيد، نبعد عن الجوزاء المجنون. ايوه. نبعد عن السرطان المنتقم، لانهم منتقمين جدا والرومانسي زياده عن اللزوم. نبعد عن الاسد المغرور. طب يعني ايه منتقم ورومانسي؟ بيحدف بالدباديب يعني ولا يعني انا دلوقتي هو اصل السرطان رومانسي جدا. فما بيلاقيش الرومانسيه اللي هو عايزها، هو الشخص اللي قدامه بيخونه ما بيسيبش حقه غير لما ينتقم. هتبعدي عن الرومانسي زياده عن اللزوم، ده هيتعبك لانه منتظر منك شيء مش هتقدري تقدمي ليه. عشان بعد كده هيبتدي ينتقم ولازم ياخد حقه. وبعدي عن الاسد اللي عايش في الدور قوي المغرور قوي عليكي اللي بيتسلط عليكي. وبعدي عن العذراء اللي بينتقدك في كل شيء ولا يسمح بانتقاده. تمام. وبعدي عن الميزان المتردد دايما في تصرفاته معاكي. وبعدي عن العقرب. لا انا بكلمك عن اللي واخد الصفه الوحشه قوي بس من كل برج. ده تبعد عنه. كل برج ده صفه من الصفات بتاعته. بصي انتي قبل ما تعرفي واحد تجيبي كده ورقه وقلم وتلمي صحباتك وتعملوا سيرش عنه وتشوفي تاريخ ميلاده كام بالظبط وتكلمينا يوم السبت الجاي واحنا هنجيب لك السورس والموضوع كله. كملي يا استاذ علي. بالظبط كده. وباذن الله بالمنظر ده مفيش حد هيرتبط خالص في العشر سنين اللي جايه. طيب احنا كده خلصنا نصيحه البنات للذكور الابراج الوحشين. لا لسه كان قلنا في كل برج قلنا الوحش، قلنا العذراء، قلنا العذراء ابعدي عن اللي ينتقدك ولا يسمح وما يسمحش انك انت تقولي رايك فيه. ابعدي عن العقرب اللي ما بيبالكيش هو بيفكر في ايه ولا عايز منك ايه بالظبط. تمام. ابعدي عن القوس البارد اللي بيتجاهلك كتير. ابعدي عن الجدي اللي بيعند معاكي وبينفضك في اول موقف. ابعدي عن الدلو اللي جواه طفل صغير وبيتقمص ويقفش على اقل حاجه. وابعدي عن البرج الحوت اللي بيدي ودانه للناس. وانا كده قلت لكم على العيب اللي موجود في كل برج. فتلاشوه لو لقيتوا العيب ده ظاهر قوي في الشخص اللي قدامكم. طيب. لان كده مش عيب برج، ده عيب بني ادم. طيب انا هكون حياديه جدا. وزي ما نصحنا البنات تبعدي عن الوحش في الابراج دي، عايزه نفس النصيحه بس للرجاله. الرجاله يبعدوا عن البنات الابراج الوحشه في ايه؟ نفس اللي انا قلته على الرجاله بالظبط. ابعد عن البنت المتهوره المدفعه بتاعه برج الحمل. ابعد عن البنت العنيده بتاع برج الثور اللي يعني عايزه كل هم حاجه. هم وماهم. بس في فرق طبعا ما بين الراجل والست عامه في الابراج، اللي هو الفرق ما بين الراجل والست في الحقيقه. الست عندها غريزه الامومه مخليها عندها عاطفه ازيد بكتير قوي من الرجاله. وهم اكيد جنس ارعب مننا بكتير، مع انهم دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقى اقوى مننا في حاجات كتير. ما بنشوف دلوقتي ست اصغر من رجاله كتير هي المديره بتاعتهم. ده طبعا ما كانش موجود زمان طبعا، عشان احنا اذكياء. طيب. واحنا ما فيش مخ خالص. لا في طبعا في. طيب انا معايا لعبه صغنونه النهارده، انا عايزاك إيه؟ انا عايزاك تنقي ورقه منهم. اوكي. دي بما انك ضيفي النهارده واليوم السبت بتاعك في مساء الفل،
فالجمهور طلب مننا امبارح على الصفحة الرسمية بتاعة البرنامج ان احنا نكتب لك احكام وهم اللي كتبوها وهم اللي قالوا لنا نكتب ايه والله عزيز. وعايزينك ترد على حاجة حاجة فيهم. اختار واحدة. اختار اول واحدة عشان كنت حطها لك. اقرأ بصوت عالي. تقوم بتقليد اي شخصية مشهورة. ايوه. طب دي صعبة قوي. لا اقوم بتقليد شخصية مشهورة. طب لازم يكون شخصية انا بحبها. تحب مين يعني؟ ده انا بحب كتير بس اللي انا بحبهم مش عارف اقلدهم. دول عظماء. صعب جدا ان اقلدهم. قلد اي حد في بالك. ما هو لازم اقلد واحد اكون عارف اقلده. اقول لك لا صعبة جدا. اقلد شخصية مشهورة. اقلدك انت. صعبة برضو جدا ان اقلدك. مش قادر اعمل. اقلد شخصية مشهورة ما لازم اقلده. ده كان مطلب جماهيري يعني جمهور. جمهورك كم واحد من الجمهور طلبه. انت ملك جمهورك. فالجمهور لما يطلب منك حاجة لازم تعملها له. يعني لا نقاش. اتفضل قلد. لا نقاش. حاضر هقلد. طب نخليها دلوقتي يعني اجلي ده وهنقولها تاني بس لما اجمع الشخصيه ممكن. طب اختار واحده تاني. ولو ان دي مش مود اللعبه انت كده بتخم. لا قلد واحده مش دعوه. طيب ايه قلد ماليش دعوه انت كده بتخم. لا هقول لك هحاول اقلد حد. انا مش بارع. انا مش يعني مش اي مشهد في فيلم. اي مشهد في مسهل. انت فاجئتيني دلوقتي. اي مشهد في فيلم. طب تقدمي معايا المشهد ده. يلا ماشي قولي اعمل ايه وانا هعمله. تعملي ايه وانت تعمليه. تقدمي اقول لك. يا مسهل الحال يا رب. بس الموضوع صعب. انتوا فاجئتوني. يا مسهل الحال. الناس زمان قلبت التلفزيون دلوقتي مستنيين. يلا. بس احنا هاو عارفه لو مسجل كان ممكن تتقطع حاجات كتير قوي. يلا يا علاء. ممكن اقلب فريد الأطرش مثلا. ماشي. وياك وياك الدنيا حلوه وياك في صفاك وجفاك انا راضي يا حبيبي برضاك تعال لي. بس حلو قوي كده علينا يا جماعه. الله. الله. طب سؤال ونرجع نكمل اللعبه. قول. ليه البنت بتحب دايما الباد بوي؟ ليه البنات بتحب الباد بوي؟ شفت الفيديو اللي عملته؟ أيوة عن الباد بوي. بس مش هعرضه. طيب خلاص ده عقاب ليها ولا عقاب لينا؟ لا. ليه البنت بتحب الباد بوي؟ اول حاجه هي البنت الطبيعه بتاعتها حاسه بنفسها وشاف ان عندها مميزات كتير. فالطبيعي ان اي راجل بتتعرف عليه هي لازم يحترمها يتعامل معاها كويس. فالشخص اللي ما احترمهاش الشخص اللي اتعامل معاها وحش لفت نظرها لان عمل شيء مختلف خلى بقى عندها فضول تقعد تفكر. بس يا جماعه اصل انا بغرق. انا الكرسي اللي انا قاعد عليه كل شويه بينزل فهيبه بتتفاجئ ان هي بقت اطول مني في لحظه. انا بغرق ولا ايه؟ فاكر لا تمام. البنت دايما بتحب الشخصيه اللي بتتعبها. الشخصيه اللي بتتعبها انا خليتها تفكر. انت دلوقتي لو عزمت في عيد ميلادك 10 رجاله هيلفت نظرك. هيلفت نظرك اللي ما جاش. هو ما جاش ليه؟ ما سالتيش التسعه انتوا جيتوا ليه؟ يعني من الاخر البنات بتحب اللي يتعب قلبها. اللي بيشغلها اللي بيخليها تفكر في اسئله غير منطقيه وجاوب اجوبه غير منطقيه. طب يلا تعال نكمل اللعبه. نكمل اللعبه. اتفضل. انا مش هقلد حد تاني. المره دي هقف على ايديا ولا ايه؟ هو التقليد بقى مره واحده. الاعتراف باسم اول حب في حياتك. طب دي اتجوزت دلوقتي ربنا يهديها. مش احنا مش هنعرف. محدش هيعرف. محدش هيعرف منين؟ محدش هيبقى عارف مين دي ولا اسمها ايه. اول حب في حياتي. اول حب في حياتي كانت كانت واحده اسمها هيام. كنت انا في تانية اعدادي وهي كانت في خمسه ابتدائي. مش مصدقه. لا والله العظيم كنت انا في تانية اعدادي وهي في خمسه ابتدائي. لا اللي بعدها انا عايزك تبقى نضجت كده وكبرت. بس الباقي اصحابي هيبقوا عارفينه في البنت هتتفضح كده. معلش عشان خاطر. مش في هيام بعد هيام واحده اسمها ساره بعد ساره واحده اسمها ياسمين بعد ياسمين الرابعه دي ما ينفعش اقولها. ليه ما ينفعش اقولها دي؟ هتطلع ربنا يعني خلاص بقى ربنا يسهلها في حياتها. يعني انت كنت عايز تجيب لي رقم خمسه وتتلاشى الاربعه اللي قبليهم؟ ما دي اللي انت كنت عايز تقول اسمها في الاول. اصلي اقول لك على حاجه. ما هو خلاص هي واحده ربنا
ووفاها وارتبطت في حياتها. لا انت كنت هتضحك عليا، ما كنتش هتقولي كل الاسماء اللي قلتلك اسماء طبيعيه. لا كنت هتضحك عليا، ما كنتش هتقولي الاربع اسماء اللي قبلك، كنت عايز تبتدي واللي انت مش عايز تقول. انا كنت لك اول اسم خالص، اول مره واحد حس بحاجه زي كده كنت انا ساعتها في تانية اعدادي، كان عندي 12 سنه. 12 سنه؟ كان عندي 12 سنه. يعني قلبك كبر اصلا عشان تحب. ايه كان اللي هو كنت ما بشوفها بنبسط، وهي كانت زي القمر بنت لذينة عسل حاجه في المدرسه ولا في كانت دي اول مره اجيب هديه لبنت في عيد ميلادها. جبت لها ايه؟ جبت لها شنطة كده كان موجود فيها حاجات تجميل، فيونكات وشريط حاجات بقى يلا في خمسة ابتدائي. جيب لها ايه يعني؟ وشوكولاتة طبعا. حب طفولي. طب يلا انت متأكدة ان الجمهور هو اللي كتب الاسئلة؟ ايوه بخط ايده حتى. بخط ايده؟ ايوه. كذبت كم مرة في حياتك؟ يوه قولي ما كذبتش انت. يا جاني ما كذبتش انت. بس هو مثلا النهاردة انا ما كذبتش موضوع الاسامي البنات ديت، بس يا سامي مقدرش اقولها، بس انا بكذب كتير. علاء انت من الناس اللي بس بكذب كذب ابيض، كذب ايه اللي هو كذب في مصلحه الناس. يعني لو انت زي القمر يا هبه مثلا النهارده ايش هو خلي بالك في كذب حلال. كذب الراجل على مراته حلال. كذب الراجل على مراته حلال. لو انت حلوه وهي اساسا مش طايقه. كذب المصالحه بين المتخاصمين حلال. الكذب في خطط الحرب حلال. معايا اميره. اميره مي. يا مي مساء الفل. يا مي مساء الخير. مساء الفل. مساء الخير على المذيعة الجميلة استاذ علاء. ميرسي. ازيك؟ مساء الفل. مساء الخير. قولي لي تاريخ ميلادك. كلها بتحبك. بتحبوني انا؟ اسكندرية كلها. بايه؟ اسكندرية احسن ناس سبعة. اسكندرية هي بس اسكندرانية اصلا. ايوه. طبعا انا كنت عامل فيديو عن اسكندرية. تعرفي هي من اقدم المدن اللي واقدم حضاره، من اقدم الحضارات الموجوده عندنا في مصر. اول عاصمه في مصر. هتعرفي في كذا، في اكتر من 20 بلد في العالم اسمهم اسكندريه، 18 بلد في العالم اسمهم اسكندريه تقريبا فعلا. الكسندر الاكبر ما كان بيفتح اي بلد كان بيسميها اسكندريه. وحسب طبعا اللهجه بتاعه البلد، حسب اللغه بتاعتها. عندنا كانت الكسندريا كده. بشكرك جدا يا مي. واكيد علاء. قالت ايه هي كانت انت معانا لسه يا مي ولا فصلت عنكم؟ معانا. طب تحبي تسالي على حاجه؟ انا برج الجدي. دايما ما بفرح. ايه دايما ايه؟ ما بلحقش افرح باي حاجه، بتحسد بجري اي حاجه. ايه مشكله؟ حاسه ان في حاله نحس مسيطره على حياتك على طول على طول على طول. فعايزه حاجه يقول لي عليها البسها، حاجه اعملها. اعملك حجاب. حاضر اعملك حجاب. اعملك حجاب. اعملك عمل على دي الجمل. انا هديك نصيحه كويسه قوي يا مي. طب ما ليه سؤال تاني معلش انا اتفضلي. طب اتفضلي. جوزي برج السرطان، بخيل جدا جدا جدا، قولي اتعامل معاه ازاي؟ اخلعي اخلعي او اسرقيه بالليل. او اسرقيه بالليل. بالليل كده وهو نايم فتشي. او اسرقيه بالليل. خدي اللي انت عايزاه وخدي كمان حاجه كفيك الشهر اللي جاي واللي بعده. واعملي اكونت تاني وهتسمعي قصه مشاكله معاكي وحاسه ان انت عملتيها على الموتوسيكل وانت صغيره، هتسمعي حاجات غريبه جدا. هقول لك نصيحه حلوه قوي يا مي. ميرسي جدا لحضرتك. العفو يا فندم. اشكرك جدا يا مي. اتفضل. هقول نصيحه حلوه لمي ونصيحه لكل الناس. هي بتقول ان حظها وحش جدا فممكن حاجه تلبسها مش حاجه تلبسها. هقول لك حاجات حلوه قوي تعمليها انت واللي زيك. اول حاجه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، دي رقم واحد. نمره اثنين تطلعي دايما حاجه لله انت مش عارفه انت طلعتي كام. نمره ثلاثه لو كنت بتجيبي في سيره حد في اي قعده انتوا بتقعدوها مع بعض قللي منها. استلزمي الاستغفار. اوكي استغفار بيفرج اي هم موجود في الدنيا. سوره الواقعه بتجيب الرزق. سوره الواقعه بتجيب الرزق. واقري دايما سوره الفلق اقري المعوذتين هتفك عنك الوسواس وشر كلام الناس وهتفك عنك الحسد اللي هو اوريدي مذكور في القران. في ادعيه كتير اكتبي على جوجل دعاء الحسد للشيخ محمد متولي الشعراوي وتفائلي بالخير تجديد باذن الله. وفي دعاء فك الكرب والهم. كل ده يعني اتجه لربنا من الاخر. لكن مش بالابراج. ابراج ايه؟ كنت انا رفعت نفسي على فكره. انا نفسي حظ وحش. الحظ هو النصيب من الرزق. ربنا مش هيحرم واحد من رزقه بسبب يوم ميلاده. والفكره ان انت لما بتيجي الدنيا دي انت مش اكرم من ربنا. اي حاجه بتطلبها سواء كان فلوس، سلطه، شهره، نفوذ، رحب بال، عيال، مال، اي حاجه هتاخدها وانت عايش هتاخدها، اجلا ام عاجلا هتاخدها، بس قبل ما تموت هتتحاسب عليها. في حاجه كانت بتقولها على البخل برضه. هل هو بخيل؟ بخيل. لا السرطان مش بخيل، ملهاش علاقه بالابراج خالص. لكن هل هو بخيل وهو معاه فلوس
ولا هو معوش فلوس وما بيصرفش فانت افتكرتيه بخيل، ولا هو حريص بيحط القرش في مطرحه، ولا هو بخيل معاه فلوس بس عمال يحوشها عشان يخاطر يعوض نقص عنده زمان. خلي بالكم البخل ده مرض مفيش علاج منه. علاء انا ما كنتش عايزه الوقت يعدي، وكنت مبسوطه جدا جدا بالحلقه معاك، وخليتيني اقلد فريد الأطرش. وخليتك قلت ده انا عايزه اقول لك الصحافه مش هتسيبنا في حالنا بعد فريد الأطرش ده. اه تريقه بالله. لا بس كانت حلوه جدا. بشكرك جدا يا علاء. بشكركم على المتابعه. قبل ما اختم حابه بس اقول لكم حاجه. بما اننا كنا بنتكلم عن الخيانه النهارده، وكان سبب من اهم اسباب الخيانه هو سوء الاختيار، فانا عايزه اقول لك على شويه اسباب لازم يكونوا موجودين في شريك حياتك. لو مش موجودين نصيحه مني، ما تتخليش عن حياه العزوبيه. مبدئيا لازم يكون بيحبك زي ما انت، يكون بيسمعك، يجيب لك ورد، يجيب لك شوكولاته، ما يزهقش لما تكلميه تساليه عن لون المانيكير، ياخدك من ايدك ويفسحك كانك بنوته صغيره، يشجعك تصلي، يشجعك ان انت تقربي من ربنا، يعني عشان لو انت مش مسلمه. دايما لازم يوفي بوعوده معاكي، لازم يبقى عارف امتى محتاجه تسمعيه وامتى انت محتاجاه يتكلم. يقول لك كلام حلو، ما يستخسرش فيك الدقيقتين اللي هيكلمهم لك وهو في الشغل. لازم يكون دمه خفيف، بيقول لك كلام حلو. لو زعلك يعرف يصالحك، ما يزعلكيش اصلا، يحضنك باحساسه، يحتويكي، تفضلي صغيره معاه مهما كبرتي، ما هو وراء كل امراه عظيمه راجل برضه. أبلا. ممكن اسال سؤال؟ طب حضرتك مفيش نصايح للستات عشان الرجاله دي ما تخونهاش اصلا؟ أيوة. يا ستات تهتموا بنفسكم، تبطلي تنكدي على جوزك، تبطلي تاكلي محشي، تبطلي تتخاني بعد الجواز 30 كيلو، اوكي؟ سيبي الراجل براحته شويه، سيبيه يلعب بلاي ستيشن مع اصحابه، سيبيه يتفرج على الماتش اللي هو بيحبه، ازوقي نفسك. يعني برضه نصح الستات برضه، الراجل بيخونها ليه؟ واهم حاجه ما يفصلكيش وانت بتتكلمي فجاه يقول لك انت تخينه، في حاجه ماشيه في مناخيرك، والله انت اللي فيكي مكفيكي اقسم بالله. بشكركم جدا جدا على حسن المتابعه. شكرا جدا يا علاء. انتظرونا وحلقه بكره في مساء الفل. كنت معاكم هبه الزياد.